السلام عليكم أصدقائي، حياكم الله. برجع لكم بعد غياب مدة طويل، وإن شاء الله اليوم برجع بشيء جميل جدا. معي اليوم موقع اسمه media.io. هذا الموقع فيه العديد من الأدوات الجبارة اللي ممكن أنت تستخدمها في معالجة ملفات الفيديو، ممكن تستخدمها في معالجة ملفات الصوت، وممكن تستخدمها في معالجة الصور. يعني كنز مدفون للجماعة اللي بيحبوا يعملوا ريفاين للميديا فايلز، يعني يعدلوا على ملفات الميديا. طيب الحلو في الموضوع انه هذا الموقع باستخدام الذكاء الاصطناعي، يعني الرزق حتكون خرافية. كوليكشن من التولز الاي اي تولز، وطبعا بتفوت على الفيديو بتشوف عندك شو الامور، زي انه فيديو انهانسر، ووتر ريموفر، فيديو باك جراوند ريموفر، الى اخره. بالاوديو في عندك فوكال ريموفر، نويز ريديوسر، والصور ايمج انهانسر، ووتر ريموفر، الى ووتر مارك ريموفر، الى اخره. لو بدي استخدم حتى ايمج كونفرتر اند سو اون، لو بدي استخدم مثلا هاي ووتر مارك ريموفر فرضا، يعني طبعا بيجيك في عندك هون اللي هو فري داونلود، بنزل عندك سوفت وير معين لهذا الموضوع، او انك ممكن تيجي على اللي هي الباك جراوند ريموفر هون، ويقول لك مثلا حط لك صوره، بس اختار لي صوره معينه، هاي صوره هيك، شوف النتيجه كيف راح تطلع عندي. عم بيعمل بروسيسنج معالجه ونشوف شو راح يعطينا الان. اعطاني الصوره من دون خلفيه، ممكن تستخدم انت خلفيات معينه بالوان باشكال الى اخره. هاي واحدة مثلا، هاي واحدة. هذا بتنزل سوفت وير لموضوع الووتر مارك، بنزل فري عندك داونلود. خلينا نشوف والله شغلة ثانية، ايمج انهانسر. الايمج انهانسر مثلا اعمل لي صورة، اضيف هاي الصورة مثلا، شو راح يعطيني؟ خلينا نشوف. اوكي خلينا اختار مثلا انهانسر، نقول له بروسيس، نشوف التحويل على الصور شو راح يصير. باستخدام الذكاء الاصطناعي طلع كيف غير صورتي، اكيد صار اصبح شكل معوق، بس انه طلع كيف خلاها. فالموقع بصراحه جميل، يعني بدك تقعد عليه وتشوف الادوات اللي فيه، من ادوات اللي خاصه بالفيديو والاوديو، ويا سيدي كمان اللي هي الفوتوز. يعني بالاوديو في عندك اللي هي النويز ريدوسر، وفي عندك الفوكال ريموفال الى اخره، في الكثير من الادوات. هذا الموقع اسمه media.io. ان شاء الله يا رب انه ينال اعجابكم. يا ريت تشتركوا بالقناه كنوع من الدعم عن طريق الضغط على زر سبسكرايب اسفل الشاشه على اليمين، وتعطونا لايك وشير وكومنت لطيف مثلكم. تحياتي لكم جميعا، اخوكم زتاوي.